السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنتكلم النهارده في اخر فيديو عن الابيسيليم سيلز. شفت الابيسيليم خلص في يومين ازاي؟ فهو شابتر بسيط وبس، حاول بس تكرره كذا مرة. لو كررته كذا مرة عرفت بس هو عايز ايه، وان شاء الله هنحل عليه. فكده الموضوع هيبقى بسيط وسهل خالص. فان شاء الله الفيديو ده هنتكلم عن البيولوجي اوف ابسيليال سيلز، انواع البيئة. عندنا انواع من الابسيليم، انواع من الابسيليال سيلز، بيزك انواع اساسيه من الابسيليال سيلز. هيبدا ان احنا نتكلم عن كل نوع ايه، كل نوع فيه. بيقول لك هنا ان الخلايا بتختلف في الشكل والفسيولوجي بتاع كل خليه والفانكشن، فعشان كده عندنا انواع من البيزك ابسيليال سيلز هبدا نتكلم عنها. اول نوع عندي وهو الايرون ترانسبورتنج سيلز. ايون ترانسبورتنج سيل يعني الخلايا اللي بتنقل، بتعمل ترانسبورت نقل للايونز. تمام. قال لك زي ترانسبورت سيرتن ايونز اجينست كونسنتريشن جريدينت. اهم حاجه في الجزئيه دي كلها ان هي بتعمل ترانسبورت للمولكيول او للايونز ده اجينست كونسنتريشن جريدينت، يعني عكس التركيز. يبقى كده هي بتنقلي المواد عكس تركيزها الطبيعي. مواد نقص نقل عكس التركيز اسمها ايه؟ اسمها اكتف ترانسبورت. اكتف ترانسبورت بيحتاج ايه؟ بيحتاج اي تي بي. يبقى كده مين الاستراكشر او مين الاورجانيلز، الاورجانيل الاساسي في الخليه ديت؟ ميتوكوندريا. ميتوكوندريا يعني طاقه، يعني انا يعني كده هنقل عكس التيار، معنى كده ان هو نوع النقل اللي هو مين؟ اكتف ترانسبورت. قالك سايتس موجوده في مين؟ موجوده في بروكسيمال وديستال رينال تيوبيول، وموجوده في سترييتد داكتس اوف سليفر جلاندز، سترييتد داكتس اوف سليفر جلاندز والانتستين وجول بلادر. طب بي ام، بي ام بشوفها ازاي؟ قال لك بص يا سيدي، بي ام انا مش عايزك في الجزء ده بالذات، الاي ام انا مش عايزك تحفظه، انا عايزك تحفظ لي شكل الخليه. احفظ شكل الخليه، شكل الخليه ده اللي في النص دي، شكل الخليه في النص ديت هتسهل لك الاي ام جدا. ليه؟ لان هسهله لك اول حاجه في العملي، هتساله لك في العمل ان شاء الله، وهتساله لك في النظر ان شاء الله. اول حاجه قال لك ميني لونج بيزل انفاجينيشن اللي هو انفولدنجز ويز فيرتيكال اورينيتد ميتوكوندريا ان بتوين ذيس انفيجيتيشن. قال لك عندها انفيجيتيشن كتير في البيزل، ادي انفيجيتيشن كتير في البيزل اهو، لان كنا رسمناها في الفيديو اللي فات، وما بين الفيجيتيشن ديت عندها ميتوكوندري، عندها لاترال انتر ديجيتيشن بتوين ميمبرين اوف ادجيسنت سيل، عندها لاترال انفيجيتيشن، لاترال انتر ديجيتيشن، لاترال انتر ديجيتيشن ما بينها وما بين الخلايا اللي جنبيها، عندها مايكرو ابيكال مايكرو فيلا تو انكريز سيرفيس اريا اكسبوزد فور بروسيس اوف ايونز ترانسبورت، عندها ابيكال مايكرو فيلا، عندها ابيكال تايت جانكشن، عندها تايت جانكشن تو بريفنت باك ديفيوجن اوف ماتيريال اوريدي ترانسبورت اكروس الابسيليا. كده هي عندها تايت جانكشن، عندها تايت جانكشنز عشان تثبت، عشان تعمل لي تمنع بريفنت باك ديفيوجن، ان المواد اللي انا نقلتها قبل كده من نقلتها ديت نقلتها كروس ابيسيليوم دي نقلتها من هنا تمنع لي ان هي ايه ترجع تاني. يبقى كده هل انت هتحفظ الكلام الدش ده كله؟ انت هتحفظ لي خمس كلمات بالظبط. اول حاجه بيزل انفاجينيشن ما بينهم ميتوكوندري، لاترال انتر ديجيتيشن، ابيكال مايكرو فيلاي، ابيكال تايت جانكشن. الحمد لله على كده، وانت عارف كل واحده فيهم بتعمل ايه، عارف ان ديت بتثبت لي، والتايت جانكشن بتعمل لي بريفنت الباك ديفيوجن للماتيريال اوريدي. يبقى الكلام ده انت ما تحفظوش، انت فهمه، وده الكلام المتعلم متخطط ده هو ده بس اللي هو ايه تحفظه. كده خلصنا اول نوع عندي. وكمان الميتوكوندريا مش موجوده في عند الفيجيتيكيشن انفاجينيشن بس، لا موجوده في كل الخلايا طبعا. كده خلصنا اول خليه عندي وهي الايون ترانسبورتنج سيل. تاني نوع عندي بروتين سيستايزنج سيل. اول حاجه اول كلمه اسمها ايه؟ بروتين. بروتين يعني عند عايزه ايه؟ عندها ايه؟ اكيد عندها ار اي ار ورايبوسوم كتير، وعندها جولجي، يبقى كده ار ار ورايبوسوم كتير.
ما تفكرش بروتين يعني كده هحتاج ار اي ار. قال لك سايت موجوده في، وكمان السايت بتاع البروتين سينثيز اكسل دي تبقى موجوده في مين؟ في الخلايا. المفروض موجوده فين؟ في الاماكن اللي بتصنع بروتين، هو بنكرياتيك اسنر سيل وباروتيد اسنر سيل. طب بالال ام قال لك سيل ار بول هيدرال او بيراميدال، يبقى كده سيل بول هيدرال، بول هيدرال اللي هي متعدده الاوجه، او بيراميدال بول هيدرال او بيراميدال. النيوكلاس راوند وسنترال، الف مبروك. عندها ابيكال اسيدوفيليا وبيزل، بيزل بيزوفيليا، عندها ابيكال اسيدوفيليا وبيزل اسيدوفيليا. فاكرين الابيكال اسيدوفيليا وبيزل اسيدوفيليا ده كان في مين؟ فاكرين الانواع الخلايا الابسيليا اللي هو كنا بنقسمها سيراس وميوكاس وميكسد؟ فاكرين السيراس؟ مش كان السيراس عندها ابيكال اسيدوفيليا عشان عندها جرانيول زايموجين جرانيول فوق كتير، وكان عندها بيزل بيزوفيليا عشان عندها ار اي ار كتير؟ ما هي ده الخلية دي. طب فاكرين، هقول لك الحاجة، فاكر النوع ده كان من الأمثلة بتاعته إيه؟ الأمثلة كان من الأمثلة بتاعت السيرس جلاندز ديت، كان من الأمثلة بتاعتها الباروتيد، الباروتيد جلاند، باروتيد الباروتيد أصلا نفسها يعني. يبقى كده الباروتيد أصلا نفسها أو الباروتيد جلاند نوع من أنواع البروتين سينثيزنج إيه؟ سيل. ده مين؟ ده بالإل إم. طب بالإي إم؟ بالإي إم عندك بيزل وأبيكال. البيزل ريجون قال لك عندها ار ار انتر 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 لا مش انتر ان فرانس ان فرانس نيوكليير اكيوميليشن، او من الاخر اكيوميليشن اوف بارل الريز اوف ار ار، عندها ار ار. يبقى كده البيز عندها ار ار ومايتوكوندري، يبقى كده عندها ار ار ومايتوكوندري والرايبوسومات. يبقى كده عندها ار ار ومايتوكوندري والرايبوسومات، ار ار ومايتوكوندري والرايبوسومات. ده فين؟ ده في البيز. فكده ار ار ميتوكوندريا ورايبوسومات متنطوره اهي. طب في الابيكال، الابيكال عندها فوق النواه سوبرا نيوكليوس، عندها جولجي يا دوبك فوق النواه على طول، عندها جولجي وعندها ايه؟ من برين باوند سكريتوري جرانيول، عندها سكريتوري جرانيول او زايموسوم جرانيول زي ما تكتبها اكتبها. يبقى كده عندك الخليه ديت عايزك تعرف لي فيها ايه؟ عايزك تعرف لي موجوده دي بروتين ساينس اكسل، مش تعرف فيها حاجه، انت عارف كل حاجه فيها. موجوده في البنكرياس اصلا نفسه وباروتيد سيل عشان هما بيصنعوا بروتين. ليه ال ام بتاعها بول هايدرال او بيراميدال، النيوكلاس سنترال سنترال وراوندد مدوره في النص. ابيكال اسيدوفيليا وبيزل اسيدوفيليا، بيزل بيزوفيليا. تفسير الابيكال والبيزل اسيدوفيليا وبيزوفيليا ده فين؟ في الاي ام. قال لك ان البيزل بيبقى فيها ار 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 ومايتوكوندريا ورايبوسوم، عشان كده بيبقى ايه؟ بيزوفيلي. طب الابيكال، الابيكال قال لك بيبقى فيها جولجي، وده سيبك من ده سيبك منه بالنسبه للاسيدوفيليا يعني. ده قال لك ان الجولجي موجوده فوق النيوكليس بس، انما الاسيدوفيليا بسبب ايه؟ بسبب السكريتوري جرانيول او ايه؟ زايموجين جرانيول. احفظ لي الشكل ده اهو، الشكل ده احفظه او خليه في العمل يحفظه، خليك في ده اهو، ده اللي هيثبت لك جزء النظر، انما احنا هنحتاج ده في العمل، ده هنحتاج في العمل. ادي سكريتور جرانيول اهو، وادي ادي النيوكليس، وادي جولجي ابريتس، وادي الار ار، وادي تحتها معاها الميتوكوندريا تحت. تمام. ندخل على ثالث نوع عندنا وهو الديفيوز نيورو اندوكراين سيستم او دي ان اي اس، ديفيوز نيورو اندوكراين سيستم، ديفيوز نيورو اندوكراين سيستم دي ان اي اس او دنس، دنس خلايا دنس دنس. بص يا سيدي، قال لك زي ار اندوكراين سيل، ديت اندوكراين سيل خلايا اندوكراين يعني بتصنع هرمونات، موجوده ما بين نون اندوكراين سيلز، يبقى هي اندوكراين ما بين نون اندوكراين، مدسوسه من الاخر وسط الاعداد. زي اكزيست اندفيدولي اور ان سمول جروب، يا اما موجوده لوحدها فرضانيه كده قاعده لوحدها ما بين النون جروب، يبقى واحده اندوكراين كده قاعده لوحدها ما بين نون اندوكراين، او اتنين تلاته كده قاعدين مع بعض ما بين كتير نون اندوكراين. قال لك زي سيلز سينسايز اند ريليز بولبيبتايد هرمون، بتصنع الخلايا دي بتصنع وبتنتج وبتخرج يعني وبتريليز لا بتطلع منها بولبيبتايد هرمون، هرمونات بولبيبتايدز وامينز ويز هرمونال اكتيفيتي كده. عندها بولبيبتايد هرمون وامينز، عندهم هرمونال اكتيفيتي زي مين؟ زي الابينفرين والنور ابينفرين والسيروتونين. عندها
عندها هرمونال اكتيفيتي، عندها بتصنع هرمون، عندها ليه ليه اكتيفيتي زي مين؟ زي الابينفرين والنورابينفرين والسيروتونين. تمام. لو خدتوا الحاجات ديت المفروض ان الابينفرين والنورابينفرين دول هتاخدوهم في مين؟ تاخدوهم في الفسيولوجي، تاخدوا منهم في الفسيولوجي، وهتاخدوهم في الفارما، تاخدوهم بالتفصيل في الفارما في الترم الجاي، بس هتاخدوهم ان هما لها حاجه لها علاقه بالاعصاب، فبالتالي مش هيلخبطكم البينفرين والنورابينفرين والسيروتونين عشان في مين؟ في الخلايا بتاعت نيورو اندوكراين. قال لك زي كان تيك اب امين بريكورسرز بريكورسرز اند اكزيست اكسهبت امينو اسيد دي كاربوكسيليز اكتيفيتي. قال لك ديت ممكن تعمل تيك اب، تيك اب للامين بريكورسرز ديت، تعمل لي بيك اب ليها، تيك اب يدخلها جواها، وكمان اكسهبت تعمل اكسبشن للامينو اسيد دي كاربو هاي اسمه ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، دي كاربوكسيليز اكتيفيتي. يبقى كده بتعمل لي بتعمل تيك اب للامين بروسيرز بريكورسرز بريكورسرز واكسهبت للامينو اسيد دي كاربوكسيليز اكتيفيتي. قالك ذس اكسبلين، عشان كده بي 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 ايه بي بي كانت بتسميها زمان اي بي يو دي. ايه الاي بي يو دي؟ امين بريكورسر ابتيك اند دي كاربوكسيليشن. امين بريكورسر ابتيك اند دي كاربوكسيليشن كان متسمى الاول اي بي يو سي، اي بي يو سي يو دي ده متسمى اللي هو اختصار ايه، امين بريكورسر ابتيك دي كاربوكسيليشن، كان متسمى زمان كده. ليه بقى؟ عشان كانوا هم مسمينه زمان عشان هي كانت بتعمل تيك اب للامين بريكورسر ومش عارف ايه، وزي ما قلنا كده. بس بات از بات نوت اول سيلز، مش كل قال لك بس مش كل الخلايا، مش كل الخلايا بتخزن، مش كل انواع الخلايا بتاعت الDNA ده بتخزن الامين بريكورسرز. عشان كده الاي بي يو دي ده قال لك اسم مش صح، مش او مش سامين 100%. عشان كده اعملوها ديبليست، استبدلوها بايه؟ بدي ان اي سيلز اللي هو ديفيوز نيورو اندوكراين سيستم. من الاخر عشان الحته ديت مقدمه اسهاب زين على اللزوم، هي ديت اندوكراين ما بين نون اندوكراين، ممكن تكون لوحدها او قاعدين مع بعض بيصنعوا وبيفرزوا بوليبيبتايد هرمون زي الابينفرين والنورابينفرين والسيروتونين. بتقدر تعمل تيك اب للامين بريكورسر واكسهبت امينو اسيد دي كاربوكسيليز. عشان كده كانت بتتسمى اي بي يو دي، بس مش لقوا انه مش كله بيعمل ايه، بيعمل عنده او بيعمل بيحصل فيه كونسنتريت الامين بريكورسرز، عشان كده سموها دي ان اي اس او ديفيوز نيورو اندوكراين سيستم. خش بقى عندي على طول السايتس. قال لك في الدايجستيف سيستم زي الانتستين والبرين بيتيوتري جلاند وريسبيراتوري ميوكوزا والثايرويد جلاند. يبقى كده دايجستيف سيستم، انتستين، برين، بيتيوتري جلاند، ريسبيراتوري ميوكوزا، ثايرويد جلاند. وطب ال ام ال ام بشوفها، قال لك دي ان اس، قال لك سيلز ار ستيند باي سوليوشن اوف كرومين سولز اند ذيرفور كولد انتيرو كروموفيل سيلز. يبقى كده انا بعملها ستين بايه؟ بعملها ستين ان انا اعمل سوليوشن محلول من الكرومينين كرومينين سولز اللي موجوده فيها، وبتتسمى ساعتها انتيرو كروموفين سيلز. وكمان بتتسبغ بالسيلفر سيلفرز السيلفر سولز، وبتتسمى ايه؟ ارجيت 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 ار بسم الله الرحمن الرحيم ارجينا ارجيناتفين ارجيناتفين او ارجي روفيل ارجي روفيل. يبقى كده الاسماء الغريبه ديت مش هتشوفها الا في الدي ان اس الخير الخيالي دي بس. يبقى كده لو عملت لها سوليوشن مع الكرومينين هتتسمى انتيرو كرومو
انتيرو كروما فين؟ انتيرو كروما فين؟ طب لو سبقتها بالسيلفر، بالسيلفر سولتس، تبقى اسمها ارجنتافين او ارجي روفيل. ارجي روفيل يبقى كده انتيرو كروموفين لو بالسوليوشن مع كروموفين. طب السيلفر، سيلفر ارجنتافين وارجي روفيل. قال لك زي كان بي اولسو انديكيتد ان اميونو سايتو كيميكال ميثودز، وكمان بقدر ان انا اعرفها او اشوفها بالاميونو سايتو كيميكال ميثودز. تمام تمام، عرفت بس الاسماء كده كده امتحان الام سي كيو هتشوف الاسماء، الاسماء الغريبه ديت اميونو سايتو كيميكال وارجي فيل وارجي ارجي رو ارجي روفيل وارجي ارجي تافين وانتيرو كروموفين، وهتشوف الاسماء دي اختار دي ان اس على طول، دي ان اس. بس عرف لي ان السيلفر تبع مين؟ تبع الارجي تافين والارجي والارجي روفيل. تمام تمام، خش بقى على الام. قال لك عندها سمول اماونت لاريار، حبه صغيرين من الار ار، عندها سوبرا نيوكليار جولجي، عندها جولجي ابارتس فوق النواه، عندها بيزل سكريتوري جرانيول، بيزل سكريتوري جرانيول، عندها في البيزل تحت عندها ايه سكريتوري جرانيول. ادي الشكل بتاعها، الشكل ده، الشكل ده هو ده اللي انت هتعرف عندك جولجي فوق مين؟ فوق ال فوق النيوكليوس، عندها ار ار حبه صغيرين، وعندها بيزل سكريتوري ايه؟ سكريتوري جرانيول. كده نكون خلصنا تالت خليه عندنا وهي الديفيوز نيورو اندوكراين سيستم او دي ان اي اس. ندخل بعد كده على الرابع نوع وهي الميوكاس سكريتنج سيلز. ميوكاس سكريتنج سيلز قال لك زي ار سيلز ذات سنسيتايز جلايكوبروتين، خلايا بتفرز جلايكوبروتين او اللي هو ايه الميوسين، مش ميوكاس، يبقى ميوسين يا جماعه، ميوكاس ميوسين سهله. طب السايتس بتاعها قال لك موجوده في الانتستين الجوبلت سيل، وده تيبيكال اكزامبل، يعني التيبيكال اكزامبل بتاعها الجوبلت سيل بتاعت الانتستين والاستومك والريسبيراتوري تراكت وجينيتال تراكت والسليفري جراند. يبقى كده انتستين او جوبلت سيل ده التيبيكال اكزامبل بتاعها. يبقى كده ممكن لو جالك سؤال ام سي كيو تيبيكال اكزامبل بتاع الميوكوس سكريتنج سيل، وخلي بالك مش هجيب لك خلايا ثانيه، لا هجيب لك الانتستين او جملة سيل ايا كان، هجيب لك ايه، وهجيب لك الاستومك والريسبيراتوري والجينيتال على حسب عدد الاختيارات او السليفري، يعني هجيب لك الخلايا اللي اللي هم اصلا ميوكس، ميوكس سكريتنج سيل. بس هو عايز مين؟ عايز التيبيكال اكزامبل. مين التيبيكال اكزامبل؟ الانتستين او الجملة سيل. طب ليه ليه؟ قال لك تبقى، قال لك نيومرس لارج لايتلي ستيند سكريتوري جرانيول فيلد ذا وايد ابيكال بور بول. قال لك عندك، عندك سكريتوري جرانيول كتير كبيره واللايتلي ستيند بتتسبخ فاتحه على الابيكال بارت بتاعها، والنيوكلس لوكيتد ان ذا ان ذا نارو بيز اوف ذا نيوكلس. النيوكلس موجوده في النارو، في الـ في السبيس، في الـ في البيز بتاع النيوكلس، في المكان الضيق اللي هو موجود هنا، ادي النيوكلس موجوده هنا. طب بي ام، قال لك بي ام عندك ويل ديفلوب جولجي، جولجي مهندم كده فوق النواه. خلي بالك لاحظ معايا ان جولجي دلوقتي عندنا في الاربع خلايا فوق النواه، ادي الميوكوس فوق النواه، وادي الدي ان اس فوق النواه، وادي ديت اللي هي بتاعت الخلايا اللي هي بروتين سيستايزنج سيل موجود برضو الجولجي فوق النواه، وديت ما اتكلمش عن جولجي، بس هو جولجي ايه؟ جولجي فوق، اعتبره فوق النواه، شوف رسمه اعتبره فوق النواه. تمام تمام، قال لك ويل ديفلوبد جولجي كومبلكس موجود فوق النواه، جولجي مهندم كده محترم. بيزل ريجون، البيزل بتاعها فيها ار ار ومايتوكوندريا، فيها ار ار ومايتوكوندريا، عايز ما تتعبش نفسك في الحفظ احفظ الشكل. ادي ار ار ومايتوكوندريا تحت اهم، وادي النيوكليوس موجوده، موجوده في في البيز بتاعها، وموجوده في النارو، نارو بيز بتاعها، وعندك جولجي فوقها، وعندك سكريتوري جرانيول موجوده فوقها اهي. كده انت عرفت ال ام والاي ام بتاع ايه الخارجي. طب كده اهم سؤال في في الجزئيه دي ايه؟ التيبيكال اكزامبل بتاع الميوكوس سكريتنج سيل وهو الجوبلت سيل، وادي الشكل ايه بتاعها. ندخل على اخر نوع عندي من الخلايا وهو ستيرود سكريتنج سيل، او الخلايا اللي بتنتج لي وبتصنع لي مين؟ الاسترويد. قال لك زي ار اندوكراين سيل، اندوكراين سيل خلايا تفرز هرمونات ذات سنسيتايز اند سكريت سترويدز ويز هرمونال اكتيفيتي، بتصنع وبتفرز هرمونات عندها هرمونال ايه استرويدز، عندها هرمونال اكتيفيتي. موجوده فين؟ موجوده في التستس، اوفري، ادرينال جلاند. لو انت فاكر الثانوي هتلاقي ان الثلاث اماكن دول
ثلاث اماكن دول. الهرمونات اللي بيطلعوا منهم بيبقوا هرمونات مش بروتين، لا بيبقوا هرمونات سترويدز او عموما ليبيد. ليبيد بتبقى عباره عن ليبيد كونتاكت. يبقى الاماكن هتعرفها من ديت موجوده في الجلاند اللي بتصنع الهرمونات بتاعتها على شكل على هيئه ليبيد، زي مين؟ زي التستس والاوفري والادرينال جلاند. طب شكلها بالال ام يا سيدي، قال لك زي داي بولوهيدرال او راوندد ان شيب، يعني بولوهيدرال متعدده الاوجه كده او راوند، اعتبرها راوندد جدعانه منك يا سيدي. عندها سنترال نيوكلس، ادي النيوكلس سنترال قاعده محترمه في النص اهي. سيتوبلازم اس اسيدوفيلك وفاكيوليتد، السيتوبلازم اسيدوفيلك ادي اسيدوفيلك اهو وجميل وزي الفل اهو، وفاكيوليتد مليان ايه؟ مليان قوه إيه او مليان اللي هو فاكيول او اللي هي حويصلات حويصلات. يبقى كده عندها هي خليه بولهيدرال او راوندد، عندها سنترال نيوكلاس والسيتوبلازم اسيدوفيليك وفي وفاكيوليت. طب الاي ام قال لك عندها مايكروفيلاي في السيرفيس فيسنج بلاد كابيلرز، عندها مايكروفيلاي عند السيرفيس اللي ناحيه البلاد كابيلرز، مايكروفيلاي ناحيه ده. ريتش ان اس سي ار، عندها اس سي ار كتير. ان فورم اوف ان سموزنج تبيول، عندها اس سي ار كتير. سفيريكال اور الونجيتد مايتوكوندريال ويز تيوبولار كريستال، عندها مايتوكوندريال دي، بس المايتوكوندريال دي مميزه شويه، تبقى سفيريكال ان شيب، اللي هي مدوره. المايتوكوندريال هنا مدوره شويه مش الشكل اللي هو المجزله اللي احنا متعودين عليه ده. تبقى عندها سفيريكال او elongated mitochondria، عندها mitochondria وخلاص يا سيدي. ريتش ان ليميت ريتش ان ليميت ريتش ان ليميت دروبلت وجولجي اباريتس ولايسوسوم وفيو ار ار، عندها ريبت دروبلت كتير ما شاء الله، عندها جولجي اباريتس وقاعد برضه فوق النواه، شوف فوق النواه، وعندها لايسوسوم وعندها ايه ار ار. يبقى كده الخليه ديت في كلمه ونص موجوده في الخلايا، هي دي اندوكراين سيل في الخلايا اللي بتنتج وبتصنع استرويدز، وعندها ايه هرمونال اكتيفيتي، تستس اوفري ادرينال جلاند، الخلايا بولهيدرال وراوند، سنترال نيوكلياس اسيدوفيليا والسيتوبلازم اسيدوفيليا وفاكيوت، عندها مايكروفيلاي ناحيه البلاد كابيلاريز، عندها اس سي ار ميتوكوندريا ليبيد دروبلت، اكيد مش هتصنع ليبيد، عندها ليبيد دروبلت وعندها جولجي ولايسوسوم وفيو ار اي ار. حلو في الاجزاء اللي زي ديت عايزك تركز لي كده، خلصنا الخمس خلايا، خلصنا الاشكال بتاعتهم، عايزك تركز لي بقى تمنشن لي في الحاجات بتاعت بي ام، عايزك تركز على الحاجات اللي يقول لك مثلا عن خليه عندها فيو ار ار وعندها ار ريتش ان ار ار، خلايا زي ديت بتصنع مثلا بتاع ده، بتصنع بسم الله الرحمن الرحيم، بتصنع استرويد او بتصنع ليبيد، هتبقى محتاجه البروتين كتير، تصنيع البروتين كتير؟ لا، هتبقى محتاجه اللي بتصنع البروتين كتير. مين اللي بتصنع البروتين كتير؟ الاس ار، بتصنع ليبيد كتير، اسف الاس ار. يبقى كده خليه بتصنع ليبيد عندها اس ار كتير ما عندهاش ار ار كتير. طب ارجع معايا فوق كده، اسبح في الخيال، ارجع على البروتين سيستانزنج سيل، عندها ريتش مين؟ ريتش ار ار. ليه؟ عشان ار ار هي اللي بتصنع لي مين؟ اللي بتصنع البروتين. تمام كده نكون خلصنا خمس انواع الخلايا اللي عندنا، هما مين؟ اول نوع ايون ترانسبورتنج سيلز وبروتين سيستازنج سيل، ثالث نوع ديفيوز نيورو اندوكراين سيستم او دي ان اي اس، رابع نوع ميوكوس سكريتنج سيل، خامس نوع سترويد سكريتنج سيل. اخر حاجه عندي حاجه اسمها ابيثيليال سيلز رينيوال، ان ازاي الابيثيليال سيلز بيحصل لها رينيوال او بتتجدد. انا الابيثيليال سيلز ار constantly renewed by mitotic activity، بتتجدد بمين؟ بالميتوتيك اكتيفيتي. And stem cell population to replace the damaged cells، يعني هي بتتجدد بالميتوتيك اكتيفيتي لمين؟ للستيم سيلز، الخلايا الغذائيه. الخلايا الغذائيه دي بيحصل لها population وبيحصل لها ميتوتيك اكتيفيتي وبتقعد مكان مين؟ مكان الدامج سيل. قال لك rate of cell renewal اللي هو replacement varies according to the site of امثل، يعني هي المعدل بتاعها بيختلف على حسب المكان. قال لك مثلا بتبقى سريعه في الانتستاينال امثل 4 ل 6 ايام، وبطيئه في اللارج جلاندز، بكده سريعه في الانتستاينال امثل
وبطيئه في اللارج جلاندز. قال لك ذا نيو سيلز ار برودوسد باي مايتوزس. النيو سيلز ديت بتنشا من ايه؟ من الميتوزس بتاع الستيم سيل، هنسالها فوق. قلناها هنا لوكيتد ان ا سيرتن سايت ان ابسيليم، ان ابسيليم كولد نيتش. يبقى كده مكان، المكان اللي موجود فيه، المكان بتاع الابسيليم اللي موجود فيه الستيم سيل اسمه نيتش. يبقى نيتش ده المكان اللي فيه الستيم سيل قاعده، المكان اللي في الابسيليم فيشو الستيم سيل موجوده فيه. قال لك مثلا في الانتستان الابسيليم النيتش دي موجوده فين؟ موجوده في اللور بارت بتاع الانستانال جلاندز. يبقى في الانستانال ابسيليم النيتش ديت موجوده في اللور بارت بتاع الانستانال جلاند، موجوده في في الجزء السفلي للانستانال جلاندز. انما في الاستراتيفايد ابسيليم مثلا قال لك موجوده في البيزل لاير. مش احنا كان استراتيفايد كذا كذا طبق فوق بعض؟ الطبقات اللي فوق ديت لو حصل لها، لو حصل لها دامج وباظت، يحصل لها رينيوال من مين؟ من اللي موجوده، من حاجه موجوده تحت، موجوده تحت هتطلع ايه؟ تاخد مكان. تمام. يبقى كده في الجزء ده بيقول لك يا سيدي ان ازاي بتحصل. قال لك عن طريق الميتوتيك اكتيفيتي الستيم سيل، وبتبقى بتختلف في السرعه بتاعتها على حسب المكان، يا اما فاست فاست زي انتستاين الابيثيليوم، او سلو زي اللارج زي اللارج جلاندز. والمكان اللي بيبقى موجود فيه الستيم سيل ده في الابيثيليوم اسمه نيتشي، ومكانه مثلا في الستاينال ابيثيليوم في اللور بارت بتاع الستاينال جلاند، والستراتيفايد ابيثيليوم موجود فين؟ في عند البيزل لاير بتاع الابيثيليوم، سهل ستراتيفايد ابيثيليوم. كنا نكون خلصنا الحمد لله، خلصنا الجزء الشابتر بتاعنا، الجزئيه اللي احنا بتاعت الفيديو بتاعتنا ديت، كان فيها على سبيشال تايبس او انواع، مش سبيشال تايبس بقى، انواع البيزك، بيزك سيلز بتاعت الابيثيليال سيلز. وبنهايه الفيديو ده واتكلمنا على رينيوال طبعا بتاع الابيثيليال سيلز. وبنهايه الفيديو ده نكون كده خلصنا الابيثيليوم كامل الحمد لله والشكر لله، خلصنا الابيثيليوم. فاضل كده عندك في الكونكتيف تيشو فيديوهين ان شاء الله هيبقوا صغيرين، فيديو تعتبر انترودكشن للكونكتيف تيشو، وكمان فيديو هيعرفك بس عن ايه، عن بعض حاجات كمان في اللي بيسلق في الكونكتيف. كده كده الكونكتيف اصلا كان متقسم، كنت مقسمه على 3 فيديوهات، يعني ان شاء الله لو كده ممكن انزل لكم فيديوهات الكونكتيف كله قبل اصلا الميد تيرم. بس عموما انت هيبقى عندكم ان شاء الله فيديوهين بس من الكونكتيف اللي هينزل يعني. تمام. وانا كده كده ان شاء الله لما نخلص فيديوهات هاجي هنظم لكم رساله الميد تيرم كلها في رساله واحده زي ما عملت لكم رساله الكويز. ان شاء الله ربنا قدرنا نعمل حصه مراجعه لاجزاء الميد تيرم، ان شاء الله حصه تكون لطيفه يعني. ان شاء الله هتبقى تراك، بس هتركز بشكل اكبر على الحل اكتر من الشرح، لان الشرح انا مش شايف، انا شايف ان الوقت بتاعه مش كبير. طبعا انت لو داخل معاك في الميد تيرم مثلا، داخل معاك جزء بتاع السيتولوجي وشابتر ونص، او شابتر ونص اللي هو البسيليوم ونص الكونكتيف، فهيبقى معاك السيتولوجي فيديو 3 ساعات، والشابتر ونص دول مش هيجوا تقريبا 4 ساعات، 4 ساعات سماع من غير ايه، تسريع. تمام. كنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده وخلصنا البسيليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.